معايا يا ولادي الفيديو رقم 4. بسم الله الرحمن الرحيم في الانفكشن ميديول، وده هتكلم على صفات المقليديدان السريطية او السيستودا. نخش يا ولاد في تاني نوع من انواع الديدان اللي هي عائلة السيستودا او الديدان الشريطية. هنخش في صفات الديدان الشريطية اللي هي سيستودا. السيستودا يا ولاد التصنيف العلمي بتاعها عايز اعرف منه حاجتين بس، ان السيستودا بتنقسم الى رتبتين او تو اوردرز. الاوردر الاولى سيدوفيليدي، ودي بتشمل دوتين فقط. الأوردر الثانية سايكلوفيليدي، ودي بتشمل حوالي 6 ديدان بس، لأن احنا الفيديو ده أنا بفرق بين السودوفيليدي والسايكلوفيليدي، أما بقية الحاجات مش عايزك تعرف، أنا بس هقراها عشان تبقى أنت من باب العلم. السوبر فاميلي بصريو كيفاليدي، عشان في الراسيا جروب بصريم يعني. الفاميلي دايفيلو بصريدي، وزي ما قلنا عندي دوتين، دايفيلو بصريم ليتم ودايفيلو بصريم منسوناي. كل اللي عايزك تعرفه ان انا عندي 2 اوردر، الاوردر الاولى اسمها سودوفيليدي والاوردر الثانية اسمها سايكلوفيليدي. السايكلوفيليدي سوبر فاميلي كنيدي، وبقية الحاجات هنبتدي بقى ايه نعرفها في الصفحة اللي بعدها، ولكن بيني وبينك أنا فقط عايز الكلام ده قراءة. نفس القصة هنا، مش عايز منها أي حاجة، بس أعرف إن دي في عائلة اسمها رتبة اسمها سايكلوفيليدي، والتانية اسمها سودوفيليدي. لو نقرأ الأوردر السايكلوفيليدي قراية، في عندي تينيدي اللي هي تينيا ساجيناتا، تينيا سوليوم، إيكاينوكوكاس جرانيلوزس، مجموعة رقم 2 في عائلة السايكلوفيليدي، هيمنالابيدي، هيمنالابسنانا، وهيمنالابس ديمليوتا، ثم الدايبليدي اللي هي دايبليديم كمان. هذا الكلام مش عايزك حتى تقرأه إلا إن كنت عايز تطلع الأول، إن شاء الله تطلع الأول بإذن الله من غير دي. إيه الصفات العامة للديدان الشريطية اللي هي السيستودا؟ فلات سيجمنتد، سيجمنتد مبططة مقسمة، شريطية ريبون لايك ستراكشر من غير أي تجويف، كما أنها مخنسة. يعني السيجمنتس أو الأدلت فيها ميل الفيميل جينيتال أورجنز. فلات سيجمنتد، سيجمنتد تيب وورم وزاوت بودي كافيتي اند هيرمافرودايت. طيب الديدان دي بتختلف من ديدان مليمترات في 5 ملي ل10 متر، تختلف الحجم، في ديدان قصيرة جدا وفي ديدان طويلة جدا، ولكنها كلها شريطية بتلزق في بمصات، كما ان ما فيهاش جهاز الهضمي. واحنا لو مذاكرين الفروق ما بين البريماتودا والسيستودا والنيماتودا، كل الكلام ده اتقال قبل كده، ان فيها سكرز ولكن ما فيهاش جهاز هضمي. هنا الاقي الدودة مكونة من راس، نك، رقبة، قطع 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 قطع، ما فيهاش اي جينيتال اورجنز بنسميها اماتور وورم، يليها قطع فيها جينيتال اورجنز، ثم المجموعة الأخيرة من القطع الجرابيت سيجمنتس اللي هي القطع الحامل اللي هي عبارة عن يوترس مليان بيض. خلاص تستيس دمرت لأنها عملت وظيفتها ولقحت الجهاز الأنثوي فأصبحت حامل، فأصبح فيها يوترس كونتيننج إجز. هذه الجرابيت سيجمنت بعد كده تنزل في الستول، فممكن أعتبرها أطوار تشخيصية مع البيض. يبقى دي كده الدودة الشريطية اللي قد تمتد من نص سنتي ل 5 مللي، يعني لحد 10 متر،
قوانا من راس فيها ادوات التثبيت، رقبه مفيش اي حاجه، وبعدين مجموعه من السيجمنتس ورا بعض اسمها الماتيور مفيش اي جينيكال اورجانس، ثم المجموعه اللي تليها تكبر بقى وتبقى ماتيور يعني فيها جينيكال ميل وفيميل، واحنا قلنا الدوله دي هيرمافروديت. ثم عندما يلقح الميل تستيس يلقح الاوبري ويطلع يوتر، يطلع جراب سيجمنت اللي هو يوترس مليان بيض، وهذا اليوترس او الجراب سيجمنت ده هيقع ويعتبر اطوار تشخيصيه. ده التركيب العام للدوده الشريطيه. احنا قلنا الدوده تبتدي براس، الراس فيها يا اما سكرز ممصات اربعه يا اما تو بصريه تجويفين. احنا شايفين اللي على الشمال دي، اصل اللي على الشمال دي من عيلة السودوفليدي، احنا قلنا هم عيلتين كبار، فبتختلف في خلقتها ان الراس بتاعتها فيه تو جروبس، ادي جروبز اهو بشاور عليه وفي جروب على الاذر سايد، في حين كل السايكلوفليدي فيها اربع سكرز وقد يكون ليها تاج بنسميه روستيلم او من غير تاج، يعني الراس اللي في النص دي ليها روستيلم تاج، الراس اللي على الشمال دي ما فيهاش تاج. الراس اللي هي اسف على اليمين دي ما فيهاش تاج، يبقى السكوليكس اما فيها بثرية يا اما ويز سكرز، ويلي يلي السكوليكس نيك. بصفة عامة احنا قلنا الدودة مكونة من قطع راس وقطع، ثم القطع دي اول مجموعة هيبقى فيها الماتيور سيجمنتس، احنا قلنا قطع اللي ما فيهاش اي جينيتال اورجانس، يلي القطع اللي فيها جينيتال اورجانس، كل قطعه فيها ميل وفيميل جينيتال اورجانس، ثم القطع الحامل هي اخر قطع في الدوده، ودي بتبقى عباره عن رحم يوترس مليان بيض. طبعا الدوده الطويله اللي قد يصل طولها 10 متر دي انا باخد منها قطع بس، بوريك الماتيور سيجمنت، بوريك ماتيور سيجمنت، بوريك جرابيد سيجمنت، عشان اقدر اتعرف على الدوده دي تحت الميكروسكوب، وخصوصا اذا كانت طويله. ادي الراس، ادي النك، ادي الماتيور سيجمنتس او المجموعه، ثم الماتيور سيجمنتس اللي فيها جينيتال ميل وفيميل، ثم الجرابيد سيجمنتس اللي هي قطع في اخر طول الدوده فيها رحم مليان بيض. هنفرق بقى في الشكل ما بين العائلتين الكبار، احنا قلنا اللي هي سودوفيليدي وفيها دوتين بس، والدوتين اسمهم دايفيلوبوثريوم، واحده ليتر والثانيه منسوبة. طيب وبعدين السايكلوفيليدي فيها بقيه الديدان. لو نيجي نقارن ما بين الراس بتاعه السودوفيليدي الاقي انها عامله زي اللوزه الموند ان شيب وفيها جروف تجويفين، اما السايكلوفيليدي كلها فالسكودكس بتاعتها يا اما فيها اربع ممصات فقط او اربع ممصات بتاج، واحنا قلنا التاج ده اللي هنسميه روستيلم. يبقى الراس اللي فيها بثريه بتاعت عيله السودوفيليجي، الراس اللي فيها سكرز بتاعت السايكلوفيليجي، ادي الموند ان شيب وزيت الشكل فيها جروف، في حين المجموعه الثانيه اهي كوادريت فيها اربع سكرز وممكن ايضا with or without rostellum. ادي الرستيلم اهو يا ولادي، تمام. ادي الراس اللي على ايدك الشمال دي بتاعت السودوفيليدي اللي فيها جروف، بس شريحه بقى. شوف هنا راس فيها اربع سكرز فقط، دي بتاعت السايكلوفيليدي. هنا راس وفيها تاج اللي السهم بيشاور عليها وقد يكون في هوكس في التاج ده. يبقى ادي السكوليكس بتاعت السودوفيليدي والسكوليكس بتاعت السايكلوفيليدي. ادي بصريه السودوفيليدي السايكلو، ادي فيها سكرز وهنا في قد يكون فيها سكر اند روستيلا، دي مجموعه السايكلوفيليدي. هنيجي نفرق ما بين بقى الماتيور سيجمنت، في ثلاث حاجات فرق بينهم. هو الماتيور سيجمنت في ميل جينيتال اورجانس وفي فيميل جينيتال اورجانس، الاثنين الميل والفيميل بيطلقوا عند خرم بنسميه فتحة التناسلية المشتركة common genital pore. في السودوفيليدي اللي هم دوتين فقط
بيبقى common genital pore زي ما احنا شايفين على ال ventral surface على البطن، في حين السايكلوفيلي دي بيبقى common genital pore الفتحة التناسلية المشتركة اللي بينتهي عندها الميل جينيتال اورجانز والفيميل بيلتقوا مع بعض في المنطقة دي، بيبقى at lateral side على جنب. يعني انا لقيت سيجمنت في جينيتال بور واضحة على جنب، يبقى ده بتاع السايكلوفيليتي تينيا مثلا. السودوفيليدي الاقي الجينيتال بور على الفنترال سيرفيس على البطن يعني. طيب تاني فرق ان الرحم بتاع السودوفيليدي اليوترس ملفوف كويلد ايه طيب ومخروم في خور، اما السايكلوفيليدي فالرحم عدل ومش مخروم بلايند. ده تاني فرق. تالت فرق البيتلاين بلين اللي هي بتدي صفاري البيض سكاترد منتشرة، اما البيتلاين بلين بتاعت السايكلوفيليدي كتلة واحدة كومباكت. يبقى ده التلات فروق التي بين الماتور سيجمنت بتاع عائلة السودوفيليدي و السايكلوفيليدي كلهم بيني وبينك في الفيميل جينيتال اورجنز. طيب والميل، الميل متشابهين، فتحة تناسلية مشتركة على الفنترال سيرفيس السودوفيليدي سايكلوفيليدي على اللاترال سايد، الرحم ملفوف ملفوف في السودوفيليدي ومخروم سايكلوفيليدي لا، تلاين بلاند سكتر منتشر في السيجمنت، اما البيتلاين بلاند بتاع السودو السايكلوفيليدي كومباكت. ادي يا سيدي كومن جينيتال بور اهو زي ما احنا شايفين، اللي هو الفرق ما بين بقى الماتيور والام سايكلوفيليدي والسودوفيليدي. فانا طبعا كده يبقى سايكلوفيليدي عشان انا شايف الخرم اللي السم بيشاور عليه ده على الجنب ده كومن جينيتال بور. كمان السم بيشاور على كومباكت ماس بيتلاين بلين، البيتلاين بلين اللي بتدي صفاري البيض كتله واحده، ده كده تبقى ايه سايكلوفيليدي. ادي كومن جينيتال بور اهو وادي الفيتلاين جلين كومباكت. طيب وده كده تبقى السايكلوفيليدي زي ما اتفقنا. ادي كومن جينيتال بور زي ما احنا شايفين اللي على الجنب، وادي اليوترس السم بيشير عليه الاحمر ده بلايند هوست بلايند يوترس، والحاجه اللي عامله زي الشنب دي اللي هي الفيتلاين جلين، يبقى ده سايكلوفيليدي. ادي يوترس طيب ده ماتيور سيجمنت، وفي اليوترس الملفوف اللي بيديني شكل الورده، ده يبقى كده سودو في الليدي سودو في الليدي. واحنا قلنا ان اليوترس ده في خرم بتاع السودو في الليدي. طيب هاجي بقى على جراب سيجمنت القطعه الحامل، احنا خدنا الهيد خدنا الماتيور سيجمنت خدنا الجراب سيجمنت هناخده اهو. السود في الليجي ما فيهاش قطع حامل ليه؟ لان الرحم بتاعها مخروم، كل ما بيتكون بيض بينزل، يبقى السود في الليجي ليس بها بور ليس بها ماتيور جراب سيجمنت، يبقى الليتم او السود في الليجي ماتيور سيجمنت ما فيش. السايكلوفيليدي لا ده فيها جرافيت سيجمنت، والجرافيت سيجمنت عباره عن سيجمنت في رحم ممتد او يعني كبر وفي مليان بيض، يبقى السايكلوفيليدي فيها جرافيت سيجمنت. السودوفيليدي لا، ليه؟ عشان اليوترس وسبور، فكل ما بيكون ايج بينزل، انما في السايكلو كل ما بيتكون انج بيتحوش ويفضل يترس يكبر 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 لحد ما يديني الجرابيت سيجمنت اللي هو سيجمنت كونتيننج يترس مليان انج. طيب هاجي بقى الفرق فين البيض؟ البيض في السودو في الليدي الشكل اوفال اوبركوليت، احنا قلنا اوبركوليت يعني ليها غطا، ده انا جاي من السهل اهو. طب السايكلو لا، مدوره وجدارها سميك سيكشن، في حين السودو في الليدي بيضاوية وبركوليتد وثينشل. الكونتنت في السودو في الليدي اماتيور سيلز خلايا،
أما في السايكلوفليدي ففيها الجليل اللي فيه 6 شوك بنسميها ماتيور هكسا كانس. هكسا يعني 6، كانس يعني شوك، شوك هوكس امبريو. يبقى ده الفرق ما بين الايج بتاعت السودوفيليدي والسايكلوفيليدي. يجوز جدا يجيب لي مالتيبل تشويس ويجيب لي صوره ايج منهم ويقول لي دي بتاعت انهي عائله؟ دي بتاعت مين دي؟ اقوم اقول له كانت اوفل اوبركوليتد فيها ثين شيل. خد بالك انا ماشي من بره لجوه، وصفت الشكل، وصفت الشيل، وصفت الكونتنت. نفس القصه في السايكلوفيليدي، ثيك شيل فيها ماتيور هكسا كانس امبريو. نبقى الفرق ما بين الاكس، خدنا الفرق بين الراس بين الماتيور الجرابيد والاكس. هنيجي بقى على اللارفا الاطوار اليرقيه. سودو في الليلي بتبقى اللارفا بتاعتها سوليد، سوليد مصمطه مفيهاش كافيتي. اما السايكلو في الليلي، شوف سايكلو سيستيكلر خويصلات. طب السودو في الليلي هو دوتين، والدوتين ليهم 3 لاربات، كورا سيديم، برو سيركويت، بليرو سيركويت او سبرجانم. ادي اللارفات، اسماء اللارفات بتاعت السودو في الليل. كوره عباره عن كوره كده وعليها سيليا، الكوره بتتحول بعد كده الى بروسيركويد سوليد لارفا، ثم بليروسيركويد او سبارجانم ودي برضو سوليد لارفا. تعال على السايكلوفيليدي، سايكلوفيليدي يعني سيست. فانا عندي اللارفا بتاعت التينيا اسمها سيستي سيركس، التينيا دي نوع من انواع السايكلوفيليتي. احنا قلنا سايكلو يعني سيستي. طيب الدوده الثانيه اسمها كاينوكوكس جرانيلوزس، اليرقه بتاعتها ايضا سيست بس اسمها هايداتد سيست. اليرقه بتاعت الهيمنولابس والدايبليديم سيستي سيركويد. عايز اعرف الاسامي دي، مفضل مفضل مفضل. ممكن قلنا يجيب لي الرسمه ويقول لي اللارفا دي اسمها ايه. فاحنا قلنا في السودو في الليلي هيبقى يا اما كورا سيديم، كورا وعليها سيليا، يا اما برو سيركويد صباعه في الاخر خالص دايره، او بليري سيركويد فيها شبه من التمساح. السايكلو في الليلي كلها حويصلات. في التينيا يبقى اسمها سيستي سيركس، في الهيدات السيست اللي هي الحويصله الهيداتيه في الدوده اللي اسمها الكاينوكوكس، السيستي سيركويد في الدوده بتاعت الهيمنالابس او الداي بليديان كاناينوم. كده يبقى احنا وصفنا اليرقات مهمه يا ولادي دي بتاعت السودو في الليلي والسايكلو في الليلي وفرقنا بينهم. في الاخر خالص هنبتدي نقول السيستودا في 6 قاعدين في الامعاء، امعاء البني ادم، و3 قاعدين كيرقات يعني البني ادم هيشتغل فيهم انترميديت هوست في التيشو. احفظ الكلام ده؟ لا، بس ممكن اقول ان انا هاخد مثلا الدايفيلوبوثريوم ليتام والتينيا والنانا، يعني هما 1 2 4 بس. دايفيلوبوثريوم ليتام طبعا الدوده الشرطيه التينيا خدناها والنانا. اما التيشو سيستودا فيعني ممكن اخد سبارجانوزز، سيست سيركوزز، سيست كاينوكوكس لو امكنني باجمل والطف واحسن بكتير. يبقى السيستودا بجسم الانسان فيه منها او معظمها امعاء، ونصهم نص العدد يعني 3 في التيشو. والامعاء الدوده هي اللي قاعده في الامعاء، يبقى البني ادم فيها ديفينيتيف هوست. اما في التيشو فاللارفا هي اللي قاعده في الامعاء، فيبقى اللارفا هي اللي قاعده في التيشو، فيبقى البني ادم انترميديت هوست. الحمد لله تم انتهاء من الفيديو رقم 3. اتمنى ان كنتوا تعملوا لي كومنتات الدنيا فيها ايه، فاهمين كويس، عايزين اشرح عملي في التوقيت ده ولا لسه بدري، الأسئلة عايزين الأسئلة دلوقتي ولا لأ، قدرتوا تفهموا ولا محتاجين إيضاحات أكتر. ربنا معاكم وربنا يوفقكم، وإن شاء الله تبقى سنة جميلة عليكم. دعواتكم ليا.